أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في هذا الفيديو التعريفي سوف أقدم لكم تعريفا عاما ومبسطا لمادة التربية الوطنية خلال الفصل الدراسي الأول، وبكل تأكيد تؤخذ حصة التربية الوطنية حصة على مدار كل أسبوعين. بداية عزيزي الطالب، سوف نعرف بكتاب التربية الوطنية الخاص بمنهاج وزارة التربية والتعليم. سوف نوضح لك بشكل عام موضوع كل وحدة من وحدات الكتاب، ثم سنتحدث عن محتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. وبكل تأكيد سيكون هناك مقطعاً قصيراً في بداية كل وحدة يصور لك تفصيلاً عاماً لذات الوحدة. وهذا هو أحبتي كتاب التربية الوطنية المعتمد من منهاج وزارة التربية والتعليم. نبدأ معاً خلال الوحدة الأولى في مادة التربية الوطنية بعنوان السلطات الدستورية. فيها نبدأ بالحديث عن السلطات، والتي منها السلطة التشريعية التي تشرع وتسن القوانين، والسلطة التنفيذية الخاصة بتنفيذ بعض القوانين، والسلطة القضائية التي تتولى أمور القضاء في بعض القضايا. ثم بعد ذلك نقوم بحل أسئلة الوحدة. أما في الوحدة الثانية عزيزي الطالب، نركز على العيش المشترك. في تلك الوحدة سوف نركز على احترام التنوع والاختلاف، وكيف على كل طالب أن يحترم أي تنوع قد يتعرض له، أو حتى اختلاف في الدين، في الجنس، في العرق، في أي شيء كان. في هذا الدرس يتعلم الطالب قيم الاحترام لهذا التنوع. ثم ننتقل إلى النبذ، والنبذ هو الرفض. وهنا في هذا الدرس سيعرف الطالب أن التعصب والتمييز أيًا كان هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. ثم ننتقل مرة أخرى للدرس الثالث، أيضا يبدأ بنبذ التطرف والعنف، أي رفض كل شيء يدعو للتطرف والعنف. ثم ننتقل لأسئلة الوحدة الخاصة بالكتاب. الوحدة الثالثة نحاول فيها أن نواكب الواقع المحلي والواقع المجتمعي، لأنها بعنوان الرأي العام والتواصل الاجتماعي، فهي بشكل عام تركز على الرأي العام واحترام هذا الرأي والإعلام والاتصال، وذلك مما يواكب الحياة الواقعية التي نعيش فيها ويربط ذلك بالواقع ويحاكي الواقع. فنحن الآن في صدد الحياة القائمة على دور الإعلام والاتصال في نقل كل شيء بحرفية ودقة ووضوح. في الدرس الثالث يا عزيزي الطالب سوف نتحدث عن شيء مهم جدا في واقع الحياة، ألا وهو شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك الشيء الراهن الذي يحرك كل مجريات الحياة في الوقت الحالي، والتي منها الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، في أي وسيلة تواصل اجتماعي سوف نتحدث عنها وعن ما يميزها وعن سيئاتها أيضا. ننتقل بعد ذلك أحبتي إلى حل أسئلة الوحدة. طبعا بكل تأكيد لكل درس من الدروس أسئلة خاصة به. هذا هو عرض سريع أحبتي لمادتنا خلال هذا الفصل الدراسي، آملين أن يكون فصلاً
مثمرا مليئا بالحب والخير والعطاء والتعلم. دمتم بألف خير.